أهلا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والبداية بالعناوين. من عدن الغد نطالع كيف بدت مدينة الشحر عقب إعلان اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا. والمصدر أونلاين يروي قصة معتقل دخل سجن الحوثيين قادرا على السير وخرج منه عاجزا عن الحركة. ومن أخبارنا المنوعة، طائرات مسيرة تقيس حرارة الإيطاليين وتضبط المخالفين. أهلا بكم. أعلن فجر يوم الجمعة عن اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا في مدينة الشحر الساحلية شرق المكلا، وفورا تغير ملمح المدينة ويعنون عدن الغد. كيف بدت مدينة الشحر عقب ساعات من إعلان اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا؟ ويقول الموقع: أثار الإعلان حالة من الذعر المصحوبة بالخوف في عموم مناطق اليمن التي تفتقر فيها المؤسسات الصحية لأي تجهيزات خاصة بمكافحة الوباء الذي يعصف بالعالم. ويضيف الموقع: بعد ساعات قليلة من الإعلان عن اكتشاف الإصابة، أعلنت السلطات المحلية حظرا للتجوال في المدينة وطافات سيارات حكومية بينها سيارات للدفاع المدني، وأنذرت الأهالي بالبقاء في منازلهم. وقال مراسل عدن الغد في المدينة أن حالة ذعر تسود المدينة، حيث أغلقت كافة المحال التجارية أبوابها، وهرع مواطنون إلى المحال المفتوحة واشتروا كميات مواد منظفات بصورة كبيرة، وتوقفت الحركة في أرجاء المدينة بشكل شبه كامل. عن أول إصابة بفيروس كورونا في اليمن كتب مروان الغفوري مقاله الذي تنشره بلقيس، وجاء في بعض فقراته: أتوقع أن تبادر الجهات المسؤولة إلى احتجاز كل من اتصل به منذ لحظة وصوله لمدة أسبوعين. إذا ما افترضنا أنها حالة قادمة من الخارج وأنها الحالة صفر، لنفترض ذلك، فبالإمكان حصار البؤرة. قد تصل دائرة الاشتباه إلى المئات بمن فيهم موظفو الميناء ووسيلة وسائل النقل، فضلاً عن التمريض والأطباء الذين اتصلوا به قبل التشخيص. تتبع البؤرة خط سير الحالة منذ اللحظة صفر وعزلها لمدة أسبوعين حتى لو بلغت مئات الأفراد. لا ينبغي التلاعب بحياة الناس من خلال الخطابات الفارغة. هذا الوباء لا علاج له سوى العزل والعزلة. ثبت علمياً أن الكلمات لا تفعل شيئاً. دعوا صنعاء وشأنها. سلطات حضرموت طالبت رسمياً سلطات صنعاء بالتزام الشفافية. صنعاء لن تلتزم بالشفافية. الفاشيات لا تحترم الحقيقة ولا تكترث لحياة الناس. قال الناطق الرسمي لوزارة الصحة لسبوتنيك إن مطالبة صنعاء بالكشف عن حالات كوفيد-19 هي حيلة هدفها إحباط التحشيد إلى الجبهات. استعانت صنعاء في خداعها بواحدة من أكثر المؤسسات الدولية فساداً، منظمة الصحة العالمية. عليكم فقط أن تعرفوا عن تلك المنظمة هذه المعلومة: في العام 2017 اختارت هذه المنظمة موغابي أسوأ دكتاتور في العالم الثالث سفيراً للنوايا الحسنة. لم يقف الأمر عند ذلك، فقد قال تيدروس رئيس المنظمة في مؤتمر صحفي إن موغابي أنجز لبلاده وضعاً طبياً فريداً يوافق كل المعايير العالمية. يتذكر المنشغلون بقضايا الصحة في العالم تلك الفضيحة، ويتذكرون من حياة موغابي مثالاً كيف يمكن لجنرال مسلح أن يخسف بأمته ثم يصير سفيراً لأفضل النوايا. لندع كل ذلك جانباً ولنعد إلى أول الحديث. على السلطات في حضرموت حصار البؤرة والوصول إلى أبعد شخص ممكن في دائرة اتصال الحالة وعزلهم جميعاً بلا تلكؤ ولا استثناءات. سنوات مرت ورابطة أمهات المعتقلين لدى ميليشيا الحوثي توجه نداءات والمناشدات لكن دون أن تسمع أصواتهن. وعنون الصحوانت: أمهات المختطفين يناشدن كافة الأطراف بسرعة إطلاق أبنائهن ويؤكدن قلوبنا أنهكها الخوف والقلق. دعت الرابطة المنظمات الدولية للضغط على عدد من الجهات الفاعلة في أطراف الحرب في اليمن للإفراج عن المختطفين، بالتزامن مع الدعوات الإنسانية التي أتت إثر انتشار فيروس كورونا الذي يجتاح العالم. وتقول الرابطة: نوجه هذه الدعوات من قلوبنا التي أنهكها الخوف والقلق، فمع كل لحظة وجع تمر على البشرية يمر علينا وجعان.
وقالت الرابطة لن تكون الاختلافات الجزئية في القوائم والتي تؤخر تنفيذ هذه المرحلة والاتفاق بشكل كامل سببا في فقداننا لأبنائنا تحت وطأة هذا الفيروس القاتل، خاصة بعد الحديث عن تسجيل أول حالة إصابة في اليمن. وأضافت الأمهات نذكر الأطراف أن الحرية حق أصيل لأبنائنا المختطفين والمعتقلين قسرا بسبب آرائهم وانتماءاتهم ومعتقداتهم، ويلزم الجميع إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. قبل 3 سنوات أدخل إلى معتقل الحوثيين وهو بكامل صحته البدنية، وقبل أيام أفرج عنه، فكيف خرج هذا المعتقل وفقا للمادة التي نشرها المصدر أونلاين؟ خرج محمولا على الأكتاف لا يستطيع الحركة، هكذا أفرج الحوثيون عن خادم زهري ومناشدة لإنقاذ زملائه المهددين بخطر كورونا. يقول الموقع أنه بعد 3 أعوام من الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمة غير القانونية بتهم الخيانة والتخابر مع التحالف، أفرجت ميليشيا الحوثي عن المواطن خادم محمد زهري محمولا على الأكتاف لا يستطيع الحركة. وشار المحامي عبد المجيد صبرا إلى رحلة المعاناة والعذاب التي واجهها المختطف زهري لما يقارب 1 عام و8 أشهر متنقلا بين سجون الميليشيات في الحديدة وصولا إلى سجن الأمن السياسي في صنعاء. يضيف المحامي لقد عانى خادم محمد عمر زهري من كثير من الأمراض أثناء فترة اعتقاله، منها أمراض الكلى والروماتيزم، يفيد طلبنا الإفراج عنه قبل أن تسوء حالته لكن دون جدوى، حيث لم يتم الإفراج عنه إلا بعد أن صارت حالته بهذا الوضع مقعدا لا يستطيع الحركة. اليمن يحتاج إلى موارد مالية إضافية لمواجهة الجائحة من ناحية وأثارها الاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى، كما كتب يوسف سعيد أحمد المتخصص في الاقتصاد بجامعة عدن وأضاف. الدعم الدولي المقدم لليمن عبر البنك الدولي يبلغ نحو 26.9 مليون دولار تقريباً، لا يكفي للتغلب على انتشار الفيروس ومواجهة الآثار الناتجة عنه. وبما أن لدى اليمن مبلغ 700 مليون دولار موظفة في الولايات المتحدة الأمريكية جزءاً منها في أذون الخزانة الأمريكية والذي يشكل جزءاً من الاحتياطي النقدي الخارجي للدولة، والذي نعرف أن الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية لم تساعد في تمكين البنك المركزي اليمني باستغلال جزء من هذه الوديعة المستثمرة في الولايات المتحدة الأمريكية في فترة سابقة لاستخدامه في استيراد سلع الغذاء الأساسية في ظل الأزمة. لكن من جهة أخرى هناك أكثر من 50 مليون دولار وديعة للبنك المركزي في بنك إنجلترا، كان قد تقدم البنك المركزي رسمياً لاستغلالها لنفس الغرض حينها، رفضت الجهات المعنية البريطانية الموافقة على الطلب ولم تتعاطى بإيجابية معه. فهل نتوقع في ظل جائحة كورونا أن توافق هذه الدول على السماح للحكومة الشرعية باستغلال جزء من هذه الأموال المودعة أو على الأقل إطلاق فوائدها لمواجهة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها الاقتصادية والاجتماعية؟ ويمكن لهذه الجهات الدولية التحقق من أوجه استخدام هذه الأموال إذا تطلب الأمر ذلك. قال عبد الحكيم الكحلاني أحد جرح الحرب والذي يتلقى العلاج في الهند وقعنا بين نارين، خشيت اليمنيين من عودتنا خوفا من انتقال فيروس كورونا إلى داخل البلاد، فيما إن هنا تحت وطأة الجوع والحرمان وسوء معاملة لجنة الجرحى، ويعنون موقع المشاهد نت العالقون معاناة خارج الحدود. يخضع الجريح الكحلاني كغيره من اليمنيين للحجر المنزلي في الهند كما يقول، ويفيد ظروف اليمنيين في غاية السوء والفقر والحرمان، خاصة المرضى الذين علقوا في دول عدة. عبد الله السامعي أحد المرضى الذين علقوا في العاصمة المصرية القاهرة يؤكد أن إمكانيات المرضى المادية شحيحة والبعض معدومة ولم يعودوا قادرين على توفير مصاريف الطعام والإيجار. مناشدات اليمنيين العالقين خارج الوطن لم تلقى استجابة من قبل الجهات الحكومية المختصة باستثناء بعض المبادرات المحلية التي تضع أفكارا لحلول جزئية لمعاناة بعض العالقين، ومنها محافظة حضرموت التي أصدر محافظها فرج البحسني قرارا بتشكيل لجنة لمساعدة المواطنين والطلبة العالقين من أبناء حضرموت، على أن تتولى هذه اللجنة القيام بحصر العالقين من أبناء المحافظة وتقديم الاحتياجات الضرورية لهم من مأكل ومشرب ومسكن.
عن اكتشاف أول حالة لفيروس كورونا في اليمن، تحدثت صحيفة لاكغول الفرنسية وعنونت اكتشاف أول حالة لفيروس كورونا في اليمن في الحرب. منظمات الإنسانية تعلن قلقها، وتقول الصحيفة الفرنسية أن اليمن بلد يعاني من أزمة إنسانية خطيرة بسبب الحرب، ما يثير مخاوف المنظمات غير الحكومية من تداعيات كارثية في حالة انتشار الوباء. وأفادت الصحيفة الفرنسية التي ترجمت مادتها لصالح قناة بلقيس، لا يبدو أن وقف إطلاق النار الذي صدر من جانب واحد من قبل التحالف العسكري بقيادة السعودية لا يزال صامدا، فقد طالت هجمات جوية أهدافا للمتمردين الحوثيين بعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. ومن خلال إعلان هذه الهدنة أحادية الجانب قبل الإعلان عن أول حالة في اليمن، قالت الرياض أنها تأمل في أن تحارب مرض كوفيد-19 في هذه الدولة الفقيرة التي تهددها المجاعة أيضا، والتي أصابها وباء حمى الضنك والكوليرا وتعاني من فشل النظام الصحي. وقالت اللجنة الحكومية المعنية بالوباء أن الشخص المصاب يتلقى رعاية طبية وحالته مستقرة. ترى فرض حظر التجوال تم على مدار 24 ساعة على مدينة الشحر والمناطق المحيطة بها. وقال إكزيفي جوبرت مدير منظمة إنقاذ الطفولة في اليمن، هذه هي اللحظة التي كنا نخاف منها جميعا، لأن اليمن يعاني من نقص في المعدات ضد الفيروس، حيث لا يزال نصف المؤسسات الصحية خارج الخدمة. نشرت العرب الجديد مقالا عن شخصية السياسي اليمني المعروف محمد قحطان، والذي تغيبه ميليشيا الحوثي في معتقلاتها منذ 5 سنوات، وكتب نبيل البكيري متحدثا عن قحطان: ظل محمد قحطان حادي السياسة وفنارها المدني العقلاني، الذي يتمكن في أحلك الظروف من ابتكار الحلول واجتراحها، لكنه مع سقوط صنعاء وموت السياسة واختناقها بفعل سطوة عنف سلاح الميليشيات التي اختطفته أيضا لإدراكها جيدا أن بقاءه طليقا سيشكل تحديا لجنونها وسلاحها الذي لا يمتلكون منطقة وشرعية استخدامه ولا يمتلكون القدرة على المحاججة أمام قحطان وحده. ربما من كان يمتلك القدرة على إدارة مسألة الخروج من دوامة هذه اللحظة اليمنية الراهنة سياسيا بفعل تجربته وحنكته، لكن الميليشيات التي ترى السياسة خصما لها وكل السياسيين أعداء لها لكونها لا يمكنها البقاء في وجود السياسة، وإنما الحرب بيئتها المفضلة لاستمرارها، وأن دخان الحرب لا حوار السياسة متنفسها الوحيد وإكسير بقائها، ولهذا حرصت وتحرص على التعميه على مصير قحطان المغيب منذ 5 سنوات فيما كشفت عن مصير غيره. وأي رهان ربما على تعقل هذه الميليشيات ربما ليس مجديا، على الرغم من أن ورقة قحطان هي أكثر الأوراق ربحا لمن يمتلك صدق الموقف وشجاعته، فهل ستفعلها الميليشيات؟ هذا ما لا يمكن حدوثه بسبب الحقد والكراهية والعنصرية في هذه الميليشيات تجاه كل من يختلف معها، فضلا عن أن يكون هذا المختلف معها محمد قحطان. تحلق طائرة مسيرة يذكر صوتها بأزيز الدبابير على مقربة من الأشخاص الذين يخالفون تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا في بلدة تريفيولو القريبة من بيرغامو بشمال إيطاليا. ووفقا لصحيفة القدس العربي، طائرات مسيرة تقيس حرارة الإيطاليين وتضبط المخالفين لتدابير الحد من تفشي كورونا. وقالت الصحيفة أن الطائرة الصغيرة توجه تعليمات مسجلة وتأمر انتبه، أنت في مكان محظور، اخرج على الفور. تتابع القدس: يقوم مجس حراري بقياس حرارة المخالف وترسل المعلومات إلى مشغل الطائرة الذي يدقق النظر في خريطة على شاشة محمولة تعرض نقاط برتقالية وقرمزية اللون. وتقول الطائرة: مخالفة التدابير تؤدي إلى عقوبات إدارية وجنائية. بعد مافيا المكسيك وفي وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيطالي أضرار بالغة جراء أزمة انتشار فيروس كورونا، تقول صحيفة الشرق الأوسط أن عصابات المافيا الإيطالية شوهدت وهي تقوم
بتوزيع الغذاء مجانا على الأسر الفقيرة التي نفدت منها نقود خلال الحجر المنزلي. وظهرت في الأسابيع الأخيرة مقاطع فيديو لعصابات المافيا المعروفة وهي تقدم السلع الأساسية للإيطاليين الذين تضرروا بشدة من الطوارئ المفروضة بسبب كورونا، خاصة في المناطق الجنوبية الأكثر فقرا. وتؤثر تداعيات الإغلاق في إيطاليا على ما يقدر بنحو 3,300,000 شخص، ومن بين هؤلاء يعيش أكثر من 1,000,000 شخص في الجنوب الإيطالي. وهناك تقارير تتحدث عن ضغوط على أصحاب المحال الصغيرة لتقديم الطعام مجانا، بينما تقوم الشرطة بدوريات في المتاجر في بعض المناطق لوقف ومنع السرقات. ويقول نيكولا غراتري محقق مكافحة المافيا ورئيس مكتب المدعي العام في مدينة كاتانزارو الجنوبية، منذ أكثر من شهر تم إغلاق المتاجر والمقاهي والمطاعم والحانات. يعمل الملايين من الناس في الاقتصاد الرمادي، مما يعاني أنهم لم يتلقوا أي دخل وليس لديهم أي فكرة متى يمكنهم العودة إلى العمل. أما وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي فقالت أن المافيا يمكن أن تستفيد من ارتفاع الفقر وتنقض لتجنيد الناس في منظمتها. يعيش العالم اليوم حالة من القلق إثر تزايد انتشار فيروس كورونا. صحيفة الجارديان البريطانية وثقت جزءا مما يعيشه الناس على ظهر الكوكب. عدد من رسوم الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع الإخبارية نتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. يا من.